الأزمات بدأت يعني تتراكم بشكل خطير جدا. يعني احنا ما نتحدث بس فقط على مجلس النواب، مجلس النواب اتفق مع السيد النائب، يعني كارثة هذه الدورة، ولكن احنا عندنا أزمات. يعني شوف اليوم احنا الحكومة من بدأت قبل سنة ونص تقريبا، راح تصير لها سنتين بشهر العاشر، شوف أزمات ما حلت، مثل أزمة الدولار لغاية الآن. احنا كل دول العالم لديها يعني مشكلة مع الدول المعاقبة من قبل الخزانة الأمريكية، واحنا لحد الآن ما وجدنا حل. يعني بالنسبة لتركيا وجدت حل مع إيران، الإمارات، أفغانستان، كل هذه الدول المجاورة. احنا اليوم القوى السياسية نشوف اليوم اجتماع قوى الإطار، زعمات الإطار التنسيق تجتمع، ولكن لا توجد هناك حلول، الحلول مغيبة. بهذا أنا أعتقد أنه الأزمة يدل على ماذا؟ يدل على أنه هذا النظام السياسي بالفعل وصل إلى مرحلة خطرة، وهذا النظام هو نظامنا، إحنا ضحينا وسنوات كثيرة. لازم يكون في إصلاحات حقيقية بالمعنى الكلمة، يعني إحنا مو إصلاحات مجرد ترقيعية وإحنا نقول والله بعض الأمور ممكن حلها وكذا، لا، أنا أقول لازم يكون هناك إصلاحات حقيقية، لازم إطلاق يد رئيس الوزراء. لما يكون أكو مجلس النواب يساند السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، هو أساساً اللي يقول لك ما يحتاج المساندة. أنا بالعكس أنا ضد المساندة. يعني شنو أنا أساند الحكومة؟ ليش أساند الحكومة؟ لا بالعكس، إحنا اليوم عندنا فساد. عندك أزمة، تحدث عن بعض الأزمات، ما هو عندك في مجلس النواب ممكن آخرين هم يساعدوك. ما أنا كحكومة، أنا اليوم من وجهة نظري عندي بعض الوزارات فيها صار إخفاق، إضافة إلى أنه عندي أنا ملف الفساد ما قدمت بأي شيء لحد الآن، ما تقدمت بأي شيء. شنو السبب؟ أنا أعتقد من وجهة نظري السبب هو بالزعامات من القوى السياسية الكبيرة، لأن يعني أكثر الفساد الموجود هو فساد سياسي. وعندنا قضية الأزمة بين بغداد والإقليم أيضا، رغم زيارة الرئيس بارزان لكنها لم تقدم. عندنا أزمة حزب العمال الكردستاني اللي وصل على أطراف كركوك وبدعم من قوى سياسية شيعية موجودة، يقولون ما هو البديل للحزب العمال الكردستاني، بمعنى أنهم متفقين مع حزب العمال الكردستاني على إبقاء حزب العمال خشية من تنامي دور مثلا البيشمركة وغيرها. لهذا أنا أعتقد هي أزمة ثقة وأزمة نظام سياسي بالدرجة الأولى.